انطلاقه ديال الجروب ديالنا كانت بالضبط نهار 15 ماي 2011، يعني 4 سنين دابا، وكانت عبر الموقع الاجتماعي الفيسبوك، حيت تما عمل واحد الجروب، وكانت في البدايه تقريبا واحد 10 حتى 15 واحد. والانطلاقه الفعليه للتجمعات ديالنا كانت من بعد عام ونص تقريبا في ديسمبر 2012، بدينا كنجمعوا رسميا في منطقه البرنوصي، ومن تما بدا كيكبر الجروب تقريبا من 15 حتى دابا حاليا وصلنا لواحد 400 وكالك 410 هكاك. جا الماتش ديال ليفربول هو اللي فين استدعينا كاع الناس اللي في جميع المدن المغربيه، اكادير، تطوان، طنجه، مراكش، الرباط، سالا، يعني كاع الناس اللي كانوا في المغرب جاو تواجدوا في ذاك، وكان حضر شي 50 عضو في التجمع، وكانوا جاو شي صفحات فيسبوكيه خداو التصاور ديالنا وبيبليوهم، كون كوا راه هادو رابطه مشجعي مانشستر يونايتد في المغرب، يعني ما كاينينش غير الانديه الاسبانيه، البارسا والريال، ولا الانديه الايطاليه اللي دايرين لهم رابطات في المغرب، راه كاينه رابطه، والدراري عاوتاني فاش شافوا يعني هذاك العدد اللي كان عندنا في الدراري الرابطه تضاعف من خلال ذاك التجمع. مانشستر كتلعب كره القدم يعني بالمعنى ديالها، في حين انه الريال والبارسا حنا تنلعبوا على النجوم، في حين عندنا في مانشستر كنلعبوا كره القدم، عندنا روح الفريق. في ريال مدريد ولا البارسا عندنا مثلا نجم واحد هو اللي كتكون عليه الانظار، وزيدون وعندنا حاجه اخرى الاعلام خلى الصوره ديال البارسا وديال الريال هي اللي تكون كبيره، في حين انه الا تم التسويق ديال الدوري الانجليزي بطريقه سليمه كما يتم في بين سبور، يعني غادي نلقاو باللي بزاف ديال الناس غادي يقلبوا الوجهه للدوري الانجليزي، وخصوصا النادي والزعيم مانشستر يونايتد.